المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير البيعة والمياه والصيد صديق عبد الكريم حجار يهدف إلى توضيح الجهود المبذولة من قبل الوزارة في مجال تنفيذ المشاريع الخاصة بتوفير المياه الصالحة للشرب داخل بعض مدن الولايات بالبلاد. هذا وفي مداخلة ممثلي وسائل الإعلام العامة والخاصة بطرح أسئلة متعلقة بمعاناة السكان في شح المياه والحصول عليها بصعوبة، حيث رد الوزير أسباب أنا وشنو أول حاجة ريجون ده ريجون أنا الصوكل معناتها حجر لقينا أنا علمي ذاتك وذاتك مشكلة صعب، والثاني الناس ده ما يقدر يمشوا بعيد من جمعنا، الناس اللي يساعدونا كتير كده ما يقدر يمشوا بعيد من جمعنا، قدر ما حكومة سوا جابت مليارات وأنا انفستي لكن ما يتم، عشان ده أنا قلت لكم قاعدين في الوزارة ده قاعدين نجاهدوا أي بروجي ده مفروض يدخلوا فوق الريجون الماء عندهم مياه كتير، ما عندهم أكسي على البوتابلة وادي فيرا وداي سيلا ان دي اس ويست ما ان بارتي دي تيست. واضاف الوزير بانه على الرغم من نقص الامكانيات اللازمه لمد شبكه المياه الصالحه للشرب داخل العاصمه وباقي الولايات، فان الحكومه لا تزال تسعى عبر شركائها لحل هذه المعضله وتوفير المياه الصالحه لجميع السكان. أما فيما يتعلق بالبيئة، حيث أكد الوزير صديق عبد الكريم حجار مع سعيهم الدعوب لضرورة المحافظة على البيئة ومكافحة الصيد الجائر في كافة الولايات.